الحكاية بدأت ببذرة. أنا ابني الأرض دي اتولدت فيها، علمتنا الصبر، عرفتنا معنى الحياة. بذرة راحت خير في إيدين الشقيانين، أرض بالنسبة لي حياة. بالزراعة عرفنا نفسنا، وببركة الأرض اكتشفنا قوتنا ودقنا خير البلد دي. والنهار ما ربنا خلقني وأنا شغالة في الزراعة. والنيل يشهد للفلاحين، بنات الحضارة الأصليين. الأرض هي العار. ولما قلنا هنبني من جديد رجعنا لأصلنا، لعزوتنا وأهلنا. وبعدين الفلاح ماهيش كلمة بتتقال، الفلاحة دي عيش. بندعم الزراعة، شريان حياتنا، وهنزرع خير يطرح فرحة. وكل الخير اللي انتوا شايفينه ده بإيدين الفلاحين، وهو ده أساس ازرع. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين. الأمل في الزراعة، ما مصر في عمرها دولة زراعية. الزراعة هي يعني مقاوم من مقاومات الحياة، هي أساس الحضارة، هي قطرة التنمية. ازرع مبادرة لدعم الزراعة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهدفنا تنمية صغار المزارعين، واللي بيمثلوا 85% من إجمالي مزارعين مصر، بالإضافة لهدفنا للتوسع في استزراع مساحات جديدة. لأول مرة نحس إن في جهة من الجهات بتعمل مبادرة لدعم الفلاح ولدعم صغار المزارعين. التحالف الوطني فكر في المبادرة لأن مسؤوليته هي التنمية، ودوره مش مقتصر على توفير الحماية الاجتماعية أو بس توزيع مساعدات غذائية على المواطنين، وبالتالي ركزنا على الزراعة، عصب الحياة والعامل الرئيسي في تحقيق الأمن الغذائي. وبتنمية المزارعين هنفيد أهلنا وبلدنا. أهداف مبادرة الزراعة محددة في تشجيع صغار المزارعين على زيادة إنتاجيتهم من المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي. ما يكون قوتنا عندنا من القمح، مش محتاجين حاجة من برة، ده في حد ذاتها خطوة ياريت نوصل لها. لازم التنمية الزراعية تبدأ من الفلاح. أنا مش هنمي الفلاح كلام، أنا عشان أنمي الفلاح لازم أدعمه. الفلاح أصل الحكاية. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. وبإيديه يقدر يحول الرملة لذهب. وبلدنا زمان قامت على ايدين الفلاحين. دورنا مع الفلاح بيبتدي من توفير مستلزمات الانتاج والتقاوي عالية الجودة، اللي هتساهم في زيادة انتاجية الارض، وبالتالي زيادة دخله ورفع مستوى معيشته. وبالتوازي بنشتغل على تثقيف الفلاح وامداده بافضل الاساليب الزراعية، من خلال تقديم ارشاد زراعي جيد يوعيه بالممارسات الزراعية الجيدة، ويساعده في مواجهة التغيرات المناخية اللي ممكن تدمر المحصول. تواصلت مع مدير الجمعية، قال لي في مشروع اسمه ازرع، فهتيجي تاخد مثلا شكارتين، هتدفع حق شكاره. التحالف الوطني اهتم ان احنا نبني المبادرة على احتياج فعلي واحتياج واقعي. حطينا ايدينا على مشكلة توفير التقاوي عالية الانتاج. بدل ما كان هيزرع تقاوي قديمة، اصبح ان هو بيزرع تقاوي حديثة انتاجيتها اعلى. حال الفلاح المصري بينصلح لما القمح يغطي حتى ثلثين الانتاج للبلد. هو لما جه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال لك احنا هنستصلح مليون فدان، فعلا المليون فدان سابوا اثر كبير وزودوا المحصول في هذا العام. اللي عملوه مبادره ازرع هيزود الانتاجيه ويخلونا نصدر ويخلونا نكتفي ذاتيا. في اكتر من قطاع بيبقوا شغالين مع بعض. الجمعيات موجوده، القاعديه، الجمعيات التعاونيه، روابط الفلاحين، الكوادر الطبيعيه، نشير الارشاد الزراعي، الخبراء. احنا بنتابعه اثناء الزراعه، وكمان بنعمل مدارس عقليه وبنساعده ونقدم له المعلومات الارشاديه من خلال الارشاد الزراعي. احنا كل التوصيات الفنيه الخاصه بمحصول القمح مثلا بنبلغها للفلاح من خلال مدارس عقليه، ندوات في وحدات محليه. هم برضك عارفين احسن منا برضه، ويقول لك بدل في الزراعه، آخر في الزراعة. هتفيدنا جداً، التعليمات دي هتفيدنا جداً. ازرع هي الطريق للتنمية الزراعية وتحسين أحوال المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي. ولأن القمح هو أساس الحياة للمصريين، كانت بداية ازرع باستهداف 8 محافظات، وصلنا فيهم ل 100,000 فلاح مصري بهدف زراعة 150,000 فدان قمح.
وفي المراحل اللي جاية هيكون التركيز على باقي المحاصيل الاستراتيجية. أنا واثقة بالعزيمة بتاعة صغار المزارعين، إحنا إن شاء الله هنوصل للمليون فلاح. وهو ده اللي إحنا بنسعى عليه والدولة كلها تسعى عليه لغاية النهاردة. كان دايماً الظاهر ما بين منظمات المجتمع المدني التنافس مش التعاون، لكن لما توضع المنظمات دي كلها مع بعض حوالين ترابيزة واحدة ويفكروا مع بعض في مبادرات، نقدر نتخيل حجم الموارد اللي ممكن يتم تعبئتها. ثقوا في المجتمع المدني أكتر مع المبادرات ودعم القيادة السياسية للفلاح، هنصدر القمح. الرئيس السيسي يخلينا أحسن ناس، وملكش بركة اللحم، ملكش بركة للفلاح. فلاحين مصرة ومبسوطين وبدعون ومتهنيين، وكل دار مليانة خير. أنا أي مراحة بس عيالنا اللي عاوزة تعيش. فعلاً مبادرة إزرع هترسم مستقبل أفضل في قطاع الزراعة في مصر. أنا واثق إن مبادرة إزرع هتكون ناجحة بأيادي فلاحين. أنا عاوزة مصر مستورة، بس أنا عاوزاها مستورة طول العمر. مصر أم العالم، مصر جميلة وأصيلة. المزارع اللي هو عنده فدان واتنين ويمكن أقل من كده، أنت عندك خيارات إنك أنت تعظم دخلك. لو سمعت كلامنا هنساعدك. الزراعة معاك يا ريس. الزراعة بترد لنا الروح، والأرض أرضنا، والخير مننا لينا. في قاموس المصريين مفيش مستحيل، وببركة الفلاحين مصر هتفضل محروسة عشان مصر هي أم الدنيا.